تراجع جزئي في حركة البناء بريف حلب. الأزمة الاقتصادية أرخت بظلالها مجدداً على مواد البناء، ففي مدينة الباب باتت أسعار المواد الأولية مرتفعة إلى حد مضاعف. يعني الأسعار عالمياً غالي، يعني مقارنة بسنة الماضي، سنة الماضي كان بالنسبة للحديد عندنا 440 دولار، السنة هاي وصل لل 700. التشمنتو كان أسعاره بالأربعين دولار، السنة هاي وصل 75 دولار. ارتفاع الأسعار لم يقتصر فقط على الإسمنت والحديد، بل كان لحجارة البناء والخشب بمختلف أنواعه نصيب من هذا الارتفاع. ويرجح العاملون في هذا المجال أن زيادة أجور شحن البضائع والضرائب المفروضة على المعابر عاملان أساسيان في هذا الارتفاع. كثير من التجار وقفت عن البناء يعني بسبب الغلاء هذا كلياته، يعني من عدا الغلاء هذا كمان في معاناة، مثلا المي كلياتها على الصيشري، هي كمان كل نهار لها مصروف، يعني هذا مصروف تاني من عدا أجور العمال غلط. هذا الوضع هذا يعني بأثر ميك بميكن، وحركة العمل في هاي المدينة يعني صايرة خفيفة ميك بميكن. انعكاسات سلبية ظهرت إثر تراجع حركة البناء، والمتضرر الأكبر هم العمال، ولا سيما عمال اليومية. فمن كان يحصل على مرتب يومي لا يسد حتى نفقاته المعيشية بات اليوم بدونه، بل ويبحث عن فرصة عمل جديدة تؤمن له في أسوأ الأحوال قوت يومه. عشرات الأبنية شيدت خلال الأربع سنوات الفائتة، أما عن الأبنية التي تشيد حديثا فالأعمال في عدد منها متوقفة تماما بسبب الارتفاع الكبير في أسعار مواد البناء، ما يؤدي إلى خسارات تلحق بمتعاهدي البناء على حد قولهم. همام الزين، تلفزيون سوريا، مدينة الباب.